أجرى موقع دمشق الآن المحسوب على النظام استطلاع للرأي حول الهوية البصرية الجديدة لتلفزيون نظام. بغض النظر عن رأينا بالهوية البصرية الجديدة، بس الإجابات كانت صادمة على خلاف اللي بيروج له تلفزيون نظام. خلينا مع بعض نشوف هالفيديو. نزلنا على الشارع السوري لنسأل الناس عن رأيهم بالهوية البصرية الجديدة للإعلام السوري. شو رأيك بالهوية البصرية الجديدة للإعلام الرسمي السوري؟ شفت شيء؟ إيه شفته، بس ما تغير شيء عادي. أكثر من هيك يعني بدنا. والله بالحقيقة ما اطلعت عليه، ما شفته. ما تغير، عبارة بس اللوجو تغير، ولا باقي ما تبخل برامج كذا. نحن كنا نتمنى انه يكون افضل من هيك يعني. طيب حدا بتابع التلفزيون السوري؟ كمواطن عايش بالبلد سوريا، منين تاخذ اخبار البلد؟ والله من اوقات بيتنقلوا من شخص لشخص، اوقات في ناس بتقرا مثلا بالجريدة، اوقات عن طريق الفيسبوك، هيك بتصير يعني القصة. هيك بتصير الاخبار عم يدرى الواحد فيها، اوقات هيك بتصير قدامك، فبتصير يعني بس حي مباشر لانه خلف الحدث. تمام يعني من الفيس، من يعني اولا الفيس. الفيس طبعا ما ممكن انه يصير حدث او شيء خدمي، ممكن تكون اسرع لك انت تفتح الفيس ولا تفتح التلفزيون. لا هو الفيس اسرع، انا اخباري اخذها من السوشيال ميديا. ما في وقت للتلفزيون، موبايلنا بايدنا، يعني بنفوت على هالفيس دمشق الان، من هون خبر من هون خبر، بتعرف يعني ما شاء الله بيتناقلوا. الفيس صار يعني شغله كثير حلوه. حبيبنا يلي عمل الاستطلاع لما لقى الاجابات صادمه من البشر حكى خلينا نسال الكلاب، ممكن بتابعوا التلفزيون الرسمي ومع هيك ما عم يفهموا شيء. قال بيقول بوب انه الدنيا لخير وبلدنا حتصير احلى واحلى واحلى وان شاء الله. كمل لي هسه. واللي عم ياكل عظم ياكل جاج، نحن هون بالشعلان ساكنين، العظم لإلنا انا وبوب، انا اللحم بوب العظم. في ذكرى ما يعرف بحرب تشرين التحريرية اللي هي أكبر كذبة عاشها السوريين. بهي الذكرى انشغلت وسائل إعلام النظام بإجراء استطلاعات للرأي بمختلف المناطق للتغني بأمجاد الماضي الكاذب، مع أنهم تشلوطوا من كثرة المسات الكهربائية الإسرائيلية. ومثل ما هو معروف كل الاستطلاعات مدبرة ومعدة مسبقاً وبحضور كتيبة أمنية. في استطلاع بثته قناة سما بدير الزور، كان واضح مكان إجراء الاستطلاع لأنه موقع عسكري ماله مدني، ومثل ما هو مبين أن المواطنين تم قنصهم بهذا المكان للحديث حول حرب تشرين التكذيبية. يعني يا بتحكي بكيفك أو بتحكي غصبا عنك. قدم أهالي دير الزور التهاني للشعب العربي السوري بذكرى الانتصار على الكيان الصهيوني في حرب تشرين التحريرية. طبعا هذا الجيش العظيم اللي حقق انتصارات تشرين واللي أسقط أسطورة العدو الذي لا يقهر، طبعا هذا الفضل يعود بالدرجة الأولى إلى حكمة وقيادة القائد المؤسس القائد الخالد حافظ الأسد. أبطال الجيش العربي السوري بمناسبة حرب ذكرى حرب تشرين التحريرية، الحرب الكونية التي قامت على سوريا، هذه الوجه الثاني لهذه الحرب، الوجه الثاني للدواعش والنصرة وأخواتهم للصهيونية، ونحن ننتصر الآن بالنصر الكبير. عادة الشكل الصحيح للجيش العربي السوري والأمة العربية. وعلى مبدأ القرعة تتباهى بشعر بنت خالتها، تفاخرت قناة سما بمنظومة صواريخ S-300 الروسية مقابل الصناعة الأمريكية التسليحية. هو إن شاء الله تقدروا تستخدمون أنتوا. نقلت فيه صحيفة هارتس الصهيونية عن حاخام اليهود الأكبر في روسيا بيريل أزار انتقاد قرار موسكو تزويد سوريا بأنظمة صواريخ مضادة للطائرات. توريد منظومة الصواريخ الدفاعية هذه غيرت معادلات عدة، وربما ودت إسرائيل لو أنها لم تغامر في عدوانها على اللاذقية الذي تسبب بإسقاط الطائرة الروسية إيل-20. في تعليق هو الأول لباريس على تسليم موسكو لدمشق منظومة S-300 أشارت أنياس فون دير مول المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، أشارت إلى أن بلادها تراقب بقلق هذا التطور.